هيدوو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 و
هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا، معادنا مع قصة أرشفية من قصص رعب على القهوة، كتبتها لنا الكاتبة بسمة الخولي. أنا طالب في كلية طب. حكايتي دي غريبة لأن لا ليها علاقة بالعفاريت ولا بالجثث زي ما أنت متعود يا يونس بتحكي، ولا بالمشرحة حتى. ولو هيجي في دماغك أن أنا بتاع كلية طب فلازم جثث ومشرحجي والحاجات دي، لا لا لا، بقولك لا، أنا حكايتي مختلفة شويتين تلاتة. عايز تحط كمان أربعة خمسة مفيش مشكلة. تعال معايا للبداية. أنا فاكر كويس إنه كان يوم جمعة، يوم الجمعة قبل الامتحانات بفترة قليلة. أهلي ما كانوش في البيت يومها، في ما عدا أختي بس اللي كانت قاعدة معايا، وكنت قعدتي غرقان في وسط الكتب بحاول ألم وأجمع اللي أقدر عليه. عارفين طبعا زنقة الامتحانات، ودي ملهاش علاقة بقى لا بطب ولا صيدلة ولا آداب ولا تجارة، أهي زنقة كله مجربها. وفي موضوع بقى في كلية طب، معلش يعني، أسخف أسخف قوي ومحتاج تركيز من النار. فضلت بتاع ساعتين تلاتة بذاكر على غير العادة الحقيقة، بس جه عليا وقت فصلت خلاص، ما مش قادر، سبت الكتب وقلت أنا محتاج أريح دماغي وأفصل شوية، ما هو مش معقول يعني هفضل بالمنظر ده. كل اللي قدرت عليه قمت وفتحت شباك الأوضة بتاعتي. بيتي في منطقة قريبة من الأهرامات بالمناسبة، لسه معزلين ليها قريب من كام شهر. العمارات اللي حوالينا قليلة، ظهر البيت مفيش وراه عمارات تانية، أرض فاضية مش أكتر. بيقولوا اتخذت عشان هتتبني، وفي ناس بيقولوا في دولة خدتها، أنا بسمع كلام كتير والحقيقة فين الله أعلم. ورانا شوية آلات قديمة وعدد كده وكوام رمل وعلب صفيح. وسمعت إن العمال بطلوا يشتغلوا فيها من فترة، والأسباب مجهولة. دايما الأرض المهجورة تسمع عنها حكايات وحواديت كتير، في منها اللي بجد وفي منها اللي تأليف وهبد، بس أنا ما بصدقش، أنا ماليش في الحوارات دي، أنا بحس إنه هبل، رغم انها كانت مجرد ارض فراغ وفاضية وبعيدا عن كل اللي سمعته، بس دايما ما برتاح لهاش نفسيا. هي في ظهر البيت لكن لما كنت بشوفها كنت بحس ان فيها حاجة غلط. الشباك اللي في اوضتي كان بيطل على الارض الفاضية اللي ورا البيت، وبأكد مرة تانية انا مش من الناس اللي بتصدق في عالم ما وراء الطبيعة، اهو بقول لكم اهو، ولا بصدق في الجن ولا في العفاريت، موجودين، لكن فكرة ان احنا نشوفهم والكلام ده مش عارف، شايف ان الموضوع كله خيالات. بس قلبك لما يتقبض من مكان او من شخص او من حاجة ملوش علاقة بالحاجات دي، ممكن تتقبض من يوم، من تاريخ، اكيد كلكم حسيتوا بالمشاعر دي. اعتقد ان دي حاجة ملهاش بقى تفسير من الحتة، اياها هي بتبقى حاجة كده بتاعت ربنا وخلاص. هو ده الإحساس اللي بيجيلي بقى كل ما بص على الأرض دي. هعمل ايه نصيبي؟ شباكي وقطي هقول لهم لأ يعني؟ وفي ليلة زرقة فتحت الشباك زي ما بعمل كل يوم. الوقت كان متأخر وكنت بحاول استغل هدوء الجو عشان أشم شوية هوا نضيف من نسيم الليل الحلوة. أنا مش فاكر كنا عدينا نص الليل ولا معديناش، أنا كل اللي في دماغي وقتها إن أنا عايز أصفي مخي شوية وأفصل عشان أكمل الحرب اللي أنا فيها بتاعت قبل الامتحانات. لما فتحت الشباك لفت نظري إن في عربية جاية ووقفت تحت العمارة أو تحت شباكي تحديدا. هتقولي إيه المشكلة لما عربية تقف تحت بيتك، إيه المشكلة يعني؟ مفيش مشكلة ولا حاجة، بس أنا جوايا حاجة بتقولي إن في حاجة غلط، في مشكلة، هي ايه معرفش. المهم العربية ركنت في ظهر العمارة جوه حتة الارض المقطوعة الفاضية، مش عند المدخل يعني. قلقت، خرجت راسي من الشباك اكتر وميلت براسي كده لتحت عشان اشوف بصورة افضل ايه حكاية العربية واللي فيها. الفضول هيقتلني.
لقيت عربية سودة عاملة زي الشاحنات اللي بيوصلوا بيها أثاث المنازل. ضوء الكشافات الخلفية للعربية سمح لي إن أنا أشوف أكتر. ركزت عشان أشوف إيه اللي بيحصل أو هيحصل. عدى دقيقة، دقيقتين، تلاتة، مفيش حاجة بتتغير. العربية واقفة، محدش بيخرج منها. انتوا جايين تناموا يا جماعة عندي ولا ايه؟ فات حبة وقت حلوين ويبقى الحال كما هو عليه. العربية ركنة وبس. وفين؟ خرج واحد من العربية، وبرغم ان انا في الدور الرابع لكن قدرت الاحظ ان حركته مش منتظمة، متوتر. ايوة، مشيته مشيت واحد كده متوتر، عامل عاملة. يمشي شوية، يبص يمين وشمال ويرجع، يروح يمين يرجع يروح شمال، ويبص ويتلفت حواليه ويرجع، عامل عاملة او مصيبة. وش الراجل ده لو بص بطرف عينه لفوق هيشوفني تقريبا انا راسي عنده. بس هو لو انسان عادي وطبيعي ومفيش حاجة هيتضايق، لان انا بالنسبة له شخص متطفل. لكن لو هو عامل مصيبة هلاقيه جنبي بعدها بثلاث دقايق. فاكرين مسلسل هند والدكتور نعمان؟ نفس المشهد بالظبط، لما الطفلة ليزا شافت واحد قاتل قتيلة وبالعربية قدام بيتهم. انا لحد دلوقتي ما شفتش قتيل ولا قتيلة ولا حاجة، بس انا اتجسد قدامي مشهد مسلسل هند والدكتور نعمان بالظبط، لما البنت كان قدام بيتها العربية، عربية نقل عفش او حاجة، وفضلت تحاول تفتح في الباب تفتح في الباب لحد ما فتحت الباب ولقيت قتيلة. ما تدخل ما تدخل بقى وتبطل اللي انت بتعمله وركز في مذاكرتك واللي وراك. لا ادخل ايه، الراجل ده وش بيبيع مخدرات او قاتل قتيل. دماغي ومخي الذكي شغالين مش عايزين يبطلوا، اهي حاجة هرب بيها من المذاكرة من الاخر. بس بصراحة بيني وبينكم الراجل فعلا مش طبيعي. الراجل ده عامل عاملك فعلا، بس انا مش عارف هي ايه. المنظر مش مريح. ركزت اكتر، لقيته اتجه ناحية ظهر العربية، زي ما قلت حضراتكم انها عربية من اللي بصندوق اللي بتنقل العفش دي، وراح عند الصندوق ده وفتح الباب الخلفي ومد ايديه علشان يطلع حاجة. ميلت اكتر عاوز اشوف فيه ايه، الراجل ده هيطلع ايه من العربية. ظهر العربية كان متغطي والبابين اللي مفتوحين مغطيين على المنظر، فانا مش عارف اشوف حاجة. سمعت باب العربية اللي قدام بيتفتح، رجعت براسي لورا بسرعة، لقيت واحد تاني بيخرج من العربية راح ناحية الراجل الاولاني، ودار بينهم حوار. طبعا انا مش سامع من الدور الرابع بيقولوا ايه، بس سمعت صوت حاجة بتتهبد على الارض. ايه اللي اترزع؟ مش عارف، مش شايف. واحد فضل والتاني بدأ يجر الحاجة اللي وقعت على الارض بعيد عن العربية. خلاص، دي مش مخدرات، ودول مش تجار مخدرات، دول تجار حاجة تانية خالص. انا شايف قدام عيني راجل بيجر كيس في جثة، وبرغم صعوبة الاضاءة لكن واضح انه كان كيس اسود وفي جثة حجمها صغير. عارفين الاسوأ كان ايه؟ ان الكيس ما كانش كبير، وده بيأكد انها جثة طفل مسكين. ايوه، يا نهار ازرق، طفل يا اولاد الملك. فضلت ببصص للراجل وانا مش مصدق اللي عناية شايفاه. بدأ الراجل يدخل جوه الارض الخرابة الفاضية اللي بقول لكم عليها، وبيسحب الكيس اللي فيه جثة الطفل. انا معرفش جايب التأكد ده منين، بس زي ما بقول لكم كنت شايفه هو بعيد، زي ما يكون شايف شبح، لحد ما في حاجة نورت. واضح انه معاه كشاف. عارفين بيعمل ايه؟ كان بيحفر. انا شايف كل حاجة بتحصل قدامي. جريمة، جريمة مكتملة الأركان، دول قتلوا وبيدفنوا كمان. في الوقت ده كان لازم اتصل بالنجدة أبلغ الشرطة. هيلحقوا يوصلوا ولا ماليش دعوة؟ لا ادخل في سين وجيم وانا عندي امتحانات وهروح في 60 داهية، وانا هعمل نفسي بطل ليه؟ لا مش ماليش دعوة، انا مش مبلغ، انا مش بتاع الحوارات دي، انا خليني جنب الحيط احسن. والناس لو اللي هم يعرفوهم لو عرفوا ان انا بلغت، انا هتدفن جنب اللي اتدفن. هو مش يمكن اللي بيدفن ده صاحي؟
تخيلوا بقى كمية الحوارات اللي رايحة في دماغي وجاية، والأفكار هتموتني، وعقلي هينفجر ومش عارف أقرر أعمل إيه. كان في إيدي إن أنا أبلغ، بس أنا جبان مش عايز أورط نفسي، خايف من انتقامهم. بعدت عن الشباك، جسمي عمال يتنفض من هول الموقف اللي أنا فيه. وقررت ان انا اتجاهل الموضوع ده تماما، ولا كأني شفت اي حاجة. وعشان ارضي ضميري قلت هما يعني هيدفنوا واحد صحي ليه يعني؟ يعني مش معقول يعني. وبعدين الشنطة ولا الكيس اللي هو فيه ده ما بتتحركش، اكيد ميت. ولو كلمت الشرطة وجت هيصحوه يعني؟ خلاص ما هو مات. قد ايه انا جبان، قد ايه انا انسان ماليش لازمة. وحاجة جوايا عمالة تقول لي كمل، اتفرج، بص، شوف هيعملوا ايه تاني، اوعى تقفل الشباك، بص يا جبان، مش هتكلم ولا تبلغ ولا تعمل اللي المفروض يتعمل، اتفرج بقى، اتفرج يا جبان. ما قدرتش امنع نفسي من ان انا اروح ناحية الشباك تاني وابص. ما ميلتش دماغي اول مرة دي، لكن التفكير جوا دماغي برضو لسه شغال، والصوت اللي عمال يقول لي ما تورطش نفسك، اتفرج وخلاص وخليك جبان احسن، عمال يعلى. وخيالي بيرسم سيناريوهات كتير، عرفوني، عرفوا اهلي، هندفن كلنا جنبهم. وصوت تاني عمال يقول لي يا جبان انا عايز اعيش، انا مش عايز اموت، انا لسه صغير، انا ماليش دعوه بحاجه، ده انا ما بدخلش لو اتنين بيتخانقوا اسلك بينهم، انا طول عمري جنب الحيط، انا لو طول ادخل جوه الحيطه هدخل، انا ماليش دعوه بالناس وبمشاكل الناس. وكان القرار هكمل صمت وخرس، واقنعت نفسي ودست على اي صوت ضمير كان بيتحرك جوايا، وتجاهلت كل حاجه حصلت لحد ما خلصوا كل اللي عملوه ومشين. قفلت الشباك وسمعت صوت العربيه بيشتغل، ففهمت ان هما هيمشوا. ارتحت وكأن المشكلة خلاص اتحلت، علشان انا بني ادم جبان. فتحت الشباك من جديد وبصيت من بعيد لبعيد احذر، ولقيتهم فعلا ماشيين والعربية ماشية. قلت الحمد لله ان هم غاروا، كأن في جبل على قلبي، وكأن ارتحت منه، وكأن انقذت الطفل. قفلت الشباك وجريت على السرير ودخلت تحت البطانية واستخبيت تحتها زي العيال الصغيرة، ولا مذاكرة ولا غيره. ونمت في وسط الرعب والفزع والقلق اللي أنا فيه، نمت. معرفش ازاي جالي قلب انام، جبت ده ازاي ومنين معرفش. الخوف ساعات ممكن يجبر الواحد انه ينام يا جماعة، معقول؟ وصحيت من النوم على صوت خبط على الشباك. ايه ازاي يعني حد بيخبط على الشباك؟ هو انا ساكن في الارضي؟ ده انا ساكن في الدور الرابع. ايه الجنان ده؟ ازاي ده يحصل؟ ولمحت حاجة بتتحرك من ورا ازاز الشباك. ما كنتش قادر ولا عارف اخد نفسي من الرعب، قلبي بيدق بسرعة، ولمحت كأن في حد بيتعلق على الشباك او طاير في الهواء. رجليا مش حاسس بيها، مش قادر اقوم من على السرير، عايز اصرخ صوتي ما بيطلعش، وحاسس ان باب الاوضه بعيد جدا عني، انا محتاج امشي كتير قوي لحد ما اوصل له. باب الاوضه بعيد. والخبط على الشباك لسه مستمر، صوت دقات قلبي انا سامعه عمال يعلى. حاولت ان انا اقوم، رجليا مش شايلاني، رجليا منملة ولا اتشلت. بدأت اكر رجل وامشي برجل واشدها لحد ما قدرت انزل رجليا من على السرير. بدأت واحدة واحدة احس برجليا من جديد، فيها ألم فظيع. وقفت قدام السرير، وكان قدامي اختيار من اتنين، يفتح الباب واجري واهرب،
أفتح الشباك وواجه الشيء الغريب اللي بيخبط على الشباك في الدور الرابع، واللي أنا شايف خياله من ورا الشباك. حتى صوتي مش قادر يخرج عشان أصرخ، أنا جبان جبان. كفاية خوف لحد كده، أنا هفتح الشيش وأشوف فيه إيه. مجرد ما قررت القرار ده الخبط سكت، بس شفت من ورا الشيش ضوء صغير خافت مش متعود إنه يكون جاي من ورا الشباك. كده ملهاش حل غير إني لازم أفتحه وأشوف فيه إيه. وفتحت الشباك، صرخة صرخة هزت كياني وزلزلتني من جوه، صرخة مرعبة. اتخشبت مكاني متحركتش، وإذا بي أشوف رؤوس أطفال صغيرة، رؤوس مالهاش جسم، كلها قدام الشباك واقفة أو طايرة في الجو ومتجمعين عند الشباك، وأنا واقف قدامهم متنح مش فاهم دول إيه. الرؤوس كلها بتصرخ، صوت صرخاتهم مخيف مخيف. الأطفال وشها أزرق زي ما يكونوا متعذبين ورؤوسهم متقطعة، وكلهم بيصرخوا في وشي وكأنهم اتفقوا مع بعض، ولقيتهم كلهم زي ما يكونوا رجعوا لورا كده بالرؤوس دي كلها خطوة وهجموا كلهم مع بعض. ساعتها من الخوف ما قدرتش أعمل أي حاجة غير إني وقعت على الأرض، ومع وقعتي صحيت من النوم. صحيت من كابوس، كابوس صعب قوي يا جماعة. بدأت أحط إيدي على رجلي عشان عاوز أطمن إن أنا حاسس برجلي في الحقيقة، واتأكدت إنه فعلا كابوس. حمدت ربنا، اتأكدت إن صوتي الحمد لله بيطلع. بصيت بسرعة على الشباك، لا لقيت نور ولا لقيت رؤوس أطفال زرقاء ولا أي حاجة، هو مجرد كابوس. بس كنت عايش في تفاصيله قوي. عارفين لما تشوفوا كابوس وتحسوا بكل تفصيلة لدرجة إن لو حد ضربك تتوجع فعلا في الكابوس وتصحى تلاقي الألم موجود؟ أنا كنت متقمص الكابوس بالشكل ده. بس يا ترى الكابوس من أول ما شفت بقى رؤوس الأطفال، ولا الكابوس من أول ما العربية السودة جت من الأساس؟ ما أنا مش عارف أفرق دلوقتي الكابوس من الحقيقة. ولو ده مش كابوس يبقى إيه؟ يبقى في عيل اتدفن ورا البيت امبارح؟ هو إحنا إمتى ولا الساعة كام؟ هو إيه؟ لقيت إننا بعد نص الليل، إحنا مش النهار ولا حاجة. فضلت في الحالة دي قاعد على السرير لتاني يوم الصبح، عناية غفلت مع شروق الشمس. صحيت على صوت فزعني، كانت بتقول لي أختي اصحى يا أحمد اصحى اصحى يا أحمد. صحيت وبصت لها وقلت لها في ايه يا ابني الجامعة اصحى يا ابني. شيخة جامعتي يا شيخة انت كمان سيبينا تخمد يا ابني، انت مش وراك كلية قوم يلا. فتحت عناية وانا عمال افكر واقول هو يا جماعة اللي حصل ده كله حقيقي ولا حلم؟ هو أنا الدنيا دخلت في بعضها كده ليه؟ الشمس كانت داخلة في الأوضة قوي، وما حاول أستوعب أنا صاحي ولا نايم، ولا حصل ده كله كان كابوس ولا حقيقة، ولا نصه كابوس ونصه حقيقة. أنتوا شايفين إيه؟ اللي أنا شايفه إن اللي حصل امبارح كان حقيقي، كله ما عدا الجزء بتاع الشباك والرؤوس المتقطعة. ولا أختي فضلت تقول لي مالك وشك أصفر كده ليه؟ وبعدين أنت كنت نايم وأنت قاعد ليه؟ ما عنديش ردود عليها، وحتى لو عندي مش عايز ارد. هيا احكي لها اللي حصل، اذا كان انا ما اعرفش اللي حصل ده وهم ولا حقيقه لحد دلوقتي. قمت غسلت وشي واتوضيت وصليت وما رضيتش افطر، لبست بسرعه علشان انزل الجامعه. كل اللي في دماغي ان انا مش هينفع اتعامل مع الموضوع ده على انه كابوس. كابوس ايه؟ انت بتضحك على نفسك؟ وايه المانع؟ مش ممكن كابوس فعلا. رحت الكلية، ما قدرتش أكمل اليوم، مجهد مصدع، كنت عايز أروح.
عايز اروح علشان انا في حاجة عايز اعملها لما اروح. عرفتوا ايه اللي عايز اعمله؟ خرجت من الجامعة واخدت مواصلات للبيت، وطول السكة فكرة واحدة اللي مسيطرة على دماغي، ان انا لازم اتأكد بنفسي من اللي حصل. ولما وصلت البيت لقيت نفسي ماشي بعيد عن مدخل العمارة، لفيت حوالين البيت ورحت ناحية الارض الفاضية اللي حصل فيها احداث امبارح. كنت بقدم خطوة وبأخر خطوة، بصيت ورايا عشان اتأكد ان مفيش حد واخد باله علشان اكمل طريقي. المكان اللي وقفت فيه كان نفس المكان اللي العربية كانت راكنة فيه تحت البيت بالظبط. خطوتين تلاتة وبقى قدام المكان اللي الطفل اتدفن فيه. تسألني عندك الشجاعة تحفر بقى وتتأكد؟ انا جبان. رفعت راسي وبصيت ناحية شباك قطي، يعني قلت يعني اللي هو لو هما واقفين وبصوا هيشوفوني ولا لأ. بالمناسبة كان في الأرض أثر عجل عربية، وعايزين تعرفوا كمان كان في أثر لسحب حاجة على الأرض. في الوقت ده جسمي ترعش رعش عنيفة، لفيت وبصيت على الأرض اللي كانوا بيدفنوا فيها العيل امبارح. كنت ببص من بعيد، بدأت أتحرك ناحيتها وأقرب وأقرب وأقرب، ووصلت للمكان اللي كان بيتحفر امبارح. لون الرمل والتراب مختلف، وده أكيد معناه إن كان في حفر فعلا. هو ده المكان، وشفت اللي خلاني أفقد توازني وكنت هقع. عارفين شفت إيه؟ شفت حتة من الكيس اللي كان ملفوف فيه. واضح إن هما ما حفروش قوي، ما نزلوش لعمق، وما ردموش حتى عدل، بدليل إن في جزء ظاهر. يعني أنا لو شديت الكيس هلاقي جواه جثة الطفل. هو أنا ليه عمال أقول إن لازم يكون في جثة طفل لنفسي؟ ما يمكن دفنين أي مصيبة ولا أي مخدرات؟ هو أنا عندي الشجاعة يا جماعة إن أنا أجرب وأشد الكيس؟ بس أنا لازم أخد القرار دلوقتي. طب أنا هسألكوا وردوا عليا، لو أنتوا في مكاني كنتوا وصلتوا للمرحلة دي أصلا وجيتوا عند الجثة وعند الحفرة دي أصلا ولا لأ؟ ولو وصلتوا هتشدوا الكيس؟ اه ولا لا؟ قولولي. مش يونس هيحكي لكم القصه وبيقول لكم دايما شاركوا على الجروب؟ انا اللي هقول لكم المره دي. ادخلوا على الجروب بتاع عيله احمد يونس اللي فيه فوق ال 200 الف، وقولولي بصراحه تعملوها ولا ما تعملوهاش، تشدوا الكيس ولا ما تشدهوش. هو ادخلوا على البوست بتاع صفحه الراديو 9090 على الفيسبوك بتاع حلقتنا النهارده، واكتبوا في التعليقات تعملوها ولا ما تعملوهاش، عشان محدش يدعي فيكم بس الشجاعة والفضيلة. حط نفسك مكاني بس اللحظة وفكر، وانتي كمان حط نفسك وفكري. الموضوع مفيهوش ولد وبنت وشجاعة او مش شجاعة، الموضوع فيه بني آدم يقدر يعمل الخطوة دي ولا لا. قبل ما شد الجزء الظاهر من الكيس وقرر اذا كنت هعمل ده ولا لا، سمعت صوت صرخ الطفل. فزعت، فضلت اتلفت حواليا، مفيش مصدر للصوت. يا جماعة انا وصل لمرحلة ان انا ما بقيتش عارف الفرق بين الوهم والحقيقة. وعلى غير العادة لسه في بقايا شجاعة. انا هشده، هشوفه كده بيتشد سهل ولا لا. مش يمكن الكيس الاقيه فاضي؟ مش يمكن كل ده؟ كل ده ايه؟ انت لسه بتضحك على نفسك؟ ايه دفن وكيس فاضي؟ الدم نشف في عروقي لما سمعت صوت كلب. you
فضلت أبص يمين وشمال عشان أشوف الصوت الكلب ده جاي منين، برضو مفيش. هو إيه الأصوات اللي ملهاش مصدر دي؟ عارفين أنا عملت إيه؟ أنا جريت، خدت ديلي في سناني وقلت يا فكيك، محدش ينظر عليا، ها؟ محدش فيكم ينظر عليا من فضلكم، لأن أنا طول اليوم أصلا حاسس بالذنب من وقت ما روحت، وعمال عاتب ولوم في نفسي ولطش في نفسي. جوايا الحديث المزدوج اللي قلتلكم عليه، اتنين بيردوا على بعض، أنا السبب في إن في بني آدم اتدفن وما بلغتش، أنا جبان. لا مش أنا السبب، وأنا مالي؟ وأنا اللي قتلت ولا دفنت؟ وبعدين كنت هعمل إيه؟ ده واحد اتقتل واتدفن، كنت هبلغ؟ هيجرى إيه؟ هتاخد وفسين وجيم، ومش بعيد اللي دفنوه دول يكون وراهم ناس يجوا يخلصوا عليا أنا وأمي وأبويا وأهلي كلهم، هبقى استفدت إيه؟ شجاعتي دي هتعمل لي ايه؟ بس ده في طفل مدفون وانا شفت الكيس بعيني، اكيد اهله بيدوروا عليه، على الاقل يدفنوا دفنه بشكل عدل، وقلبهم اللي محروق على ابنهم وفاكرينه ضاع يستحوضوا ربنا فيه. يا عم انسى بقى، انسى، هم هياخدوا وقتهم وخلاص وهيقولوا ان هو اتخطف. بذمتك يبقوا عارفين انه مخطوف ولا يبقوا عارفين انه مات واتدفن؟ ويا عالم اتقتل ازاي؟ سيبك، سيبك من اللي انت بتفكر فيه، انت وراك مذاكرة. على بالليل اتعشيت مع العيلة ولقيت بابا جايب سي دي ومسكه في ايده، فبقول له السي دي ده يعلي ايه يا بابا؟ كان رده ان احنا تعالى نسمع، دي سي دي هي جات لي هدية ومعرفش حتى جاي لي منين، وقال لي ان مكتوب عليها جيرمان ميوزك. فعلا كان مكتوب على السي دي من بره جيرمان ميوزك، يعني مزيكا الماني. تريقت قلت له انت هتسمع المانيا حاج؟ يا عم بخ. ضحك هو كمان وقال ما تيجي نسمع، وشغلها. تعالوا سمعكم كان فيها ايه. أغنية ألماني يعني ما فهمناش منها ولا حرف يعني، ومحنطة ومعتقة والصوت تخين والصوت عارف كأنه متسجل من جرامافون بايظ. قعدنا نضحك ونتريق وأمي تتريق، وكله مستلم بابا تريقة على الحاج اللي ثقافته بقت ألماني. الأغنية قديمة، واضح إنها قديمة زي ما بقول لكم قوي، من كواليتي الصوت ومن بوظانه. فبابا عمل حاجة غريبة، قال إيه؟ بقول لكم إيه، اسكتوا أنا عايز أكمل الأغنية للآخر. فلقيت ماما بترد عليه وتقول له آه ليك حق، ما هي وصلت أم كلثوم لازم تكمله للآخر يا حبيبي، كمل كمل. بابا كان مهتم، فسكتنا وقلنا نكمل ونسمع. طول ما هي شغالة وانا عمال اضحك وحطت ايدي على بقي عشان ما اعملش صوت، وبعد كده قلت اقوم ادخل الأوضة، انا مش فايق اسمع لا ألماني ولا تايواني، انا اللي عندي انيل من كده بكتير. ودخلت الأوضة وسمع صوت الأغنية العجيبة شغال وانا جوه، وبابا خلصت الأغنية وقام عايدها تاني وتالت ورابع، وانا في الأوضة وسامع ضحك ماما بقى والتريقة اللي بره، وانا ضحكت انا كمان جوه تاني بصراحة على اصرار بابا على انه يشغل هذه الاغنية العجيبة. الموقف ده نساني اللي حصل او هداني شوية وخرج الموضوع من دماغي شوية، ورجعت اركز في كوام الكتب والاهرامات اللي قدامي اللي المفروض كان تخلص في اليومين اللي فاتوا وما عملتش فيها اي حاجة، ورجعت تاني الموال للمذاكرة وبدأت أذاكر. وعدى ساعتين مثلا وسمعت صوت عربية تحت البيت. هو في ايه بقى؟ في ايه؟ انا ما صدقت، احاول انسى. قمت بالراحة من على المكتب وقفلت نور الأوضة علشان لو حد فكر المرة دي يبص ما يشوفنيش. المرة اللي فاتت عدت بستر ربنا،
لازم المرة دي كمان بستر ربنا أخد حرصي أكتر. ورحت ناحية الشباك وفتحته، وده اللي شفته. الراجل مستني جنب العربية، وفتح العربية واحد وخرج جثة حجمها صغير في كيس اسود. واحد منهم خدها ومشي جوه الارض وبدأ يدفنها. نسخة طبق الاصل من سيناريو امبارح حصل تاني. اي نعم في شوية فروق بسيطة. انا مش هبالغ لو قلتلكم ان انا حسيت ان انا بكرر الحدث تاني. هو ده الديجافو اللي بيقولوا عليه تقريبا ولا ايه؟ وبدون تفكير في عفاريت وكلام فاضي انا ايقنت الحقيقة. ملهاش حل تاني يا جماعة، دول تجار اعضاء بشرية بيخطفوا الاطفال ويصفوا جسمهم كله وياخدوا منه كل حاجة ويجيبوا اللي باقي، شوية الجلد اللي الباقيين من الجسم وشوية العظم يرموهم هنا. عندكم تفسير تاني؟ واضح ان هم متخصصين في الاطفال. وبعد وليه اطفال؟ مش يمكن كبار يا جماعة؟ ما هو الجسم لما بيتاخد منه كل حاجة هيتبقى ايه؟ هيتبقى حاجة صغيرة، كومة عظم على لحم على جلد. ما فعلا فعلا وارد جدا ما يكونوش اطفال ولا حاجة. انا كان مالي ومال الغم ده؟ انا ايه اللي خلاني افتح الشباك امبارح؟ انا مالي؟ انا طول عمري في حالي، انا مش هتحمل كده. يا رب يا رب يا رب، انا مش عايز ابقى طرف في الحاجات دي. يا رب يا رب انسى يا رب. ودخلت وقعدت على السرير وانا دماغي خلاص خلاص جابت اخرها. وسمعت صوت باب العربية وهو بيترزق. رزعته خلتني اتنفضت في مكاني واستخبيت تحت الغطا من تاني، ومن الخوف نمت تاني. معرفش بنام ازاي، معرفش. ودخلت في كوابيس تاني، وحلمت المرة دي ان انا ماشي ناحية الحفرة والدنيا ضلمة، ولكني شايف في الضلمة بوضوح جدا. كنت ماشي وصوت مزيكا جاي من بعيد. مزيكا مش غريبة عليا، مش غريبة عليا خالص. كملت طريقي وصلت لمكان الحفرة، ولقيت نفس الجزء اللي ظاهر من الكيس تاني. والمرة دي في الحلم بقى، بما انه حلم قررت ابقى شجاع. اللي ما عملتوش في الحقيقة قلت هعمله المرة دي في الحلم. مديت ايدي، شديت الكيس. كنت فعلا شجاع. وبدأت اسحب الجزء اللي ظاهر من الكيس. صرخة مدوية لبنت صغيرة او كبيرة مش فاكر. وبعد الصرخة دي لقيت الارض بتتحرك من جنب الكيس، وفي حاجة هتطلع. انا مش هستنى اشوف بيطلع ايه من تحت الارض. رجعت تاني لجبني والطبعي والعدتي، وطلعت اجري 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 اجري. واتقلبت على وشي، اتقلبت على وشي وانا حاسس ان في حاجة جاية من ورايا. حاجة بتقرب مني وانا نايم على بطني. عايز ارفع وشي، خايف خايف. كنت سامع صوت طفل بيئن بغضب شديد. وبيقرب مني، بيقرب. صحيت وانا حاسس بحاجة واحدة هي اللي مسيطرة عليا. الطفل كان غاضب، او الطفلة كانت غاضبة. غاضب لاني حاولت اعرف الحقيقة. ده متضايق ان انا حاولت اخرجه. خلاص كده خلصت يا معلم. حتى الحلم اثبت لي ان انا غلطان. لا هخرج حد ولا ليا دعوه بحاجه بعد كده.
هو مش جالي في النوم وفي الكابوس وأن بغضب وصوت وخوفني؟ خلاص أخرجه ليه؟ خلاص يا عم عناية الاتنين، لا خرج ولا ليه علاقة بالموضوع أصلا. وبدأ اليوم التالت، مفيش مذاكرة، مفيش تركيز، كل شوية أبص في الساعة وقول يا ترى هيظهر ولا مش هيظهر، وصوت تاني يرد عليا ويقول لي جرى ايه يا عم، مش قلت مالكش دعوة، ما تفكك بقى. وبعدين عمال اقول يا رب ما يظهروش، يا رب ما يظهروش، يا رب ما يظهروش. وعلى الساعة 11 بالليل نفس العربية جت وركنت، سمعت صوتها، قمت بصيت ولقيت نفس الشخصين هما هما، نفس الكيس الاسود، واحد يستنى والتاني يدفن، نفس الفزع بتاع كل مرة، بس في اختلاف المرة دي، في اختلاف، وهتحيوني وتسقفولي. انا طلبت النجدة وبلغت وعملت نصح ومديتهمش اي بيانات، قال يعني مش هيعرفوا يجيبوني. مفيش ساعة وسمعت اصوات سرينات عربيات الشرطة في كل مكان حوالين البيت، ونزلت وسط عدد من سكان المكان اللي ما كانوش فاهمين فيه ايه، كل واحد واقف مستغرب ايه اللي جايب الشرطة بالليل كده. الشرطة كانت متجمعة حوالين العربية، ايوة العربية لسه موجودة يا جماعة، ومسكوا واحد من الاتنين تحديدا اللي ما كانش بيدفن. لما مسكوه كان مرعوب بشكل، كانش عارف يتكلم ولا يقول اي حاجة، بصيت بعين يمين وشمال ادور على التاني، التاني اللي بيعمل المصيبة فين؟ هرب، اختفى. هيجيلي، هيجيلي. انا ضعت وضيعت نفسي. بعدت عن الناس اللي واقفة وطلعت على البيت، واهلي بالمناسبة كان وسط الناس اللي واقفين، وكل عمال يسأل فيه ايه، انا الوحيد اللي عارف كل حاجة. نفسي صوت وقول للظابط اللي كان موجود ان في واحد تاني واعرفه، بس لو قلت هتقتل، هتقتل. طلعت الشقة ودخلت الأوضة وقفلت باب الأوضة عليا، وانا بقول لنفسي انت قدامك حاجة من اتنين، يا هتتقتل يا هتتقتل. التاني هرب وهيجيلي، بس هو هيعرف منين يعني ان انا اللي بلغت؟ ما هو مش ظابط يعني. وفي وسط ما انا بفكر وفي كل اللي في دماغي، ابويا دخل عليا وبيقول لي دول بيقولوا ان حد بلغ عن عصابة تجار اعضاء وقبضوا على واحد منهم، الراجل بينكر كل حاجة وقال ان هم هيعملوا مسح للمنطقة ويفتشوا المنطقة كلها على الجثث، بيقولوا ان اللي بلغهم قال ان في اتنين وفي مكان مدفون فيه الجثث ورا العمارة عندنا. وشوية ورجع ابويا تاني وبيقول لي دول حفروا وما لقيوش غير كيسين زبالة لونهم اسود فاضيين. انا بسمع ابويا وما عنديش اي انطباعات، وبدأ ابويا يقول لي انا واختي ان احنا نخلي بالنا من نفسنا. كيس زبالة سودة فاضية ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ وخلي بالي من نفسي ازاي؟ انا في حكم الميت، الشخص التاني خبى الجثث ولحق يخبيها وتلاقيه عارف اللي بلغ، والجثة اللي عليها الدور انا عارفها، جثتي انا اسبوع كامل ما بنامش غير تخطيف، ولما نام الكوابيس تخلص عليا، كلها كوابيس عني وانا بيجري ورايا الشخص ده. عارف لما تكون بتحلم وفي كابوس وفي حاجة عمالة تجري وراك ورجليك بطيئة، والحاجة اللي بتجري وراك دي لو كانت بني آدم أو وحش أو كلب حتى، بتقرب بتقرب وانت بطيء، بتقرب منك أكتر. الحقيقة أن طول الأسبوع مفيش حد جه تاني، بس أنا ما قلتلكوش حاجة، أن كل الكوابيس اللي شفتها كان بيشتغل خلفية موسيقية ليها،
وكأني بشوف فيلم بالموسيقى التصويرية بتاعته. الموسيقى التصويرية كانت الأغنية. أيوة الأغنية، الأغنية الملعونة اللي أبويا جابها وسمعها لنا. دخلت في الحلم ليه؟ عقلي رابط بينها وبين الأحداث ليه؟ عدى أسبوع والشرطة ما لقيتش أي حاجة، بس كانوا مستمرين في البحث حوالينا. دول بحثوا كمان في المناطق البعيدة. الناس رجعت لحياتها عادي على طول بما فيهم أنا. رجعت لدراستي نوعا ما، أحاول أركز في الامتحانات اللي خلاص مش على الأبواب، دي فتحت الأبواب ودخلة. وفي يوم وأنا راجع من الكلية حاجة عمالة تقولي ما تبص كده تشوف فيه إيه، ما تبص ورا الباب، مش يمكن يكون حد جه ودفن حاجة جديدة وانت نايم او انت بره. الفضول مرض، مرض وملوش علاج، وبرغم جبني اللي انتوا خلاص حفظتوه لكن نفذت الفكرة فعلا ورحت ورا البيت، والحمد لله ما لقيتش حاجة. ارتحت، بتلفت عشان ارجع لقيت واحد واقف وبيبصلي بمنتهى الغضب. انا ما كنتش محتاج ذكاء ولا تفكير، ده اللي بيقولوا عليه الرجل الثاني. ايوه ده اللي هرب ورجع، رجع لي واقف قدامي وعلى وشه غضب ما شفتوش في حياتي. ما ادانيش فرصة اتكلم وبدأ يزعق. انت عملت ايه يا غبي؟ يا غبي انت مش عارف انت عملت ايه؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، هتموتنا كلنا، هنموت كلنا بسببك، الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. وقرب مني ومسكني من هدومي وبدأ يهز ويضرب فيا. من الرعب اللي انا فيه ومن الخوف انا ما كنتش بقاوم. كل اللي كان عمال يعيد فيه ان انا هموت وكلنا هنموت، وعمال يقول الله يخرب بيتك. حاولت اجري، رجلي مش شايلاني، فلت منه بأعجوبة وكنت بهرول مش بجري من الخوف والرعب والفزع، وانا مستنيه يخبطني بمسدس ولا يضربني طلقة ولا يلحقني يديني مطوة ولا اي حاجة. الحقيقة من تقل رجلي هو لحقني ومسكني من هدومي. مبسوط مبسوط، هيرجع تاني، انت السبب، بس هيرجع لك، هيرجع لك، انت مش هيرجع لك تاني، هيرجع لك انت. يا عم يا عم، هو مين اللي هيرجع؟ انا ما عملتش حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه، ما عملتش حاجه، انت عاوز مني ايه؟ وزقيته بكل ما فيا من قوه. يتجري مسك في رجلي. هبطوا على صعيد، هبطوا على صعيد، وهبطوا علينا كمان، انا مش هقدر اعمل صعيد كان بيعمله. حلها بقى انت يا فالح، حلها انت. انا ما كنتش فاهم هو يقصد ايه، الراجل بيتكلم بهستيريا، الراجل انفجر في العياط، ومشاعر الغضب وملامح الغضب اتحولت لخوف وفزع، وركع في الارض وفضل يعيط ويلطم، كان بيلطم حرفيا ويخبط في الارض وفي الرمل بايديه، وكل اللي على لسانه ان احنا هنضيع وان انا السبب. الخوف بدا يروح مني لما شفت على ملامحه الذعر الفظيع ده. كنت بفكر في اللي بيقوله، قلت له طب فهمني فهمني فهمني. طيب بنجامين هيرجع تاني، بنجامين هيرجع تاني، الله يخرب بيتك، بنجامين هيرجع تاني. بنجامين؟ هو ايه بنجامين ده؟ الراجل اغمى عليه. الساعتين اللي بعد كده كانوا يمكن من اسوأ الساعات اللي مريت بيها في حياتي. ما كانش ينفع اسيب الراجل البائس ده في الحالة دي. اي نعم انا كنت مرعوب منه في الاول، بس كل ده تحول. انا في دماغي احتمالين، الراجل ده مجنون ومسكين ومحتاج علاج،
والاحتمال التاني ان الراجل ده يكون بيتكلم بجد، وان اللي حصل حاجة كبيرة، وان اللي بيحصل اكبر من تجارة الاعضاء بكتير. وفي كلا الحالتين ما كانش ينفع اسيبه مرمي في الارض. انا حرفيا شبه شلته كده بدراعه على كتفي وبدأت افوق فيه عشان يتحرك. الناس في ناس خدت بالها وجم يجروا وساعدوني ننقله المستشفى، وقعدت مستني الدكتور يطلع ويطمني. وفعلا الدكتور طلع وقال هو كويس بس نفسيا تعبان، ما فيهوش حاجة عضوية. اتصلت بيهم في البيت وقلت لهم انا هتأخر شوية. وفجأة لقيت حالة من الهرج في المكان. جريت على الأوضة بالعافية، عرفت اوصل وسط الممرضين اللي كانوا متجمعين جوه وبره الأوضة، ولقيت الراجل واقف في الشباك وهينط وعمال يقول لو حد قرب هنط. اللي كل كان بيحاول يهديه، لكن الموضوع كان هيكبر. الراجل ده لو مات السر هيموت معاه. اخترقت الزحمة، وصلت له وقلت له أنا مصدقك، أنا آسف، أنا مصدقك، كل اللي قلته أنا مصدقه، سيبني أساعدك، أنا معاك، انزل بس وقولي إيه الحكاية. طلب مني أخرج الناس كلها برا لو عايز أعرف الحكاية. قلت له أنت بس انزل، هما مش هيخرجوا إلا لما تنزل، انزل وقعد على سريرك أرجوك. ونزل فعلا. بصيت للي كانوا موجودين وقلت لهم أرجوكوا سيبوني معاه 5 دقايق. الدكتور زعق فيا وقال لي دي مسؤولية. قلت له أبوس رجلك، رفض وقال إنه هيقف بعيد. والباقيين فضلوا واقفين برا. قلت للغريب، للرجل الثاني، فهمني إيه الحكاية. ولا بصلي ولا كأني بكلمه، بس بدأ يتكلم. كان بيكلم نفسه وكأنه بيحكي لنفسه حكاية من أولها. حكاية من أولها غريبة، غريبة جدا. أنا اسمي سيد، طول عمري بيقولولي يا عم سيد من وأنا صغير، وأيام الشباب اتعودوا يقولولي يا عم سيد. أنا طول عمري من سكان المكان اللي انت فيه، قبل ما العمارات دي تتبني وقبل المباني الضخمة دي ما تكون موجودة. جدي حكالي حكاية حصلت أيام الملك والاحتلال. قالي إن المنطقة دي كانت يدوب ما فيهاش غير كام بيت وفيلا، وكان من ضمنهم بيت بجنينة ملك الواحد اسمه بنجامين، راجل ألماني محدش في المنطقة كان بيتكلم معاه، وهو لا بيتواصل مع حد ولا بيكلم حد. جدي كان بيحكي لي إن الراجل ده دايما في حاله بس غامض والناس ملهاش فيه، وكانت الناس بتشوفه لما كان بينزل يجيب أكل من الدكان القريب. كل الناس وقتها وجدي فكرتهم عن الألمان التجارب بتاعت الألمان اللي بتتعمل على البشر والمحرقة والحاجات دي، فتقدر تقول إن الكل إيه بيتجنبه. وفي يوم من الأيام عيل اختفى، دورنا عليه وقلبنا الدنيا عليه ملقيناهوش، فص ملح وده بيبقي. ما كانش ساعتها موضة خطف العيال زي ما بنسمع عنها في يامكو السودة دي. جدي بيقول زمان ما كانش في حاجة اسمها عيل يختفي والكلام ده، الناس كانت بتخاف على بعض. الناس مهما حصل من غلب وفقر عمرها ما تفكر تعمل المصايب السودة دي. صحابه اللي كانوا في سنه قالوا آخر مرة شافوه كان بيلعب قدام بيت الخواجة بنجامين، بس طبعا محدش جاله الجرأة انه يروح يدور هناك. الراجل ده في حاله وزي ما بقولك محدش ليه فيه. وقالوا يعني ماله مال العيال الصغيرة، اكيد يعني مش هيقرب منه. عدى كام يوم واختفى 2 اخوات توأم بنفس الطريقة، قلبوا الدنيا عليهم مفيش فايدة. وفضل الحال كده، عيل يختفي ورا تاني. واحد ساعتها قال لجدي احنا لازم ندخل بيت الخواجة بنجامين، احنا نراقبه الاول عشان ما نورطش نفسنا مع الالمان، ونروح في داهية نراقبه الاول. والكل وافق على الاقتراح ده وبدأوا يراقبوه فعلا.
ويراقبوا البيت. مفيش حاجة مثيرة للشك الحقيقة، الراجل ما بيخرجش من بيته إلا قليل. بس الحاجة اللي الكل اتعود عليها من كتر ما راقبوا البيت، إن في أغنية واحدة شغالة على الجرامافون عنده في البيت ما بتتقطعش. لحد ما في يوم في تلات عيال كانوا بيلعبوا كرة في المكان، واحد منهم شاط الكرة عالي قوي دخلت الجنينة بتاعت بيت الخواجة. العيال فكرت تجري، بس واحد منهم قال لهم احنا نجري ليه، انا هخبط واخدها منه. قالوا له لا ده بيموت العيال الصغيرة. قال لهم انا هروح خبط واخد الكرة. راح وخبط على الباب يا ابني، الباب اتفتح وطلع بنجامين وكلم الطفل، والواد دخل البيت والباب اتقفل. العيال لما شافوا كده اتنفضوا في مكانهم وجريوا على البيت. قبل ما يوصلوا الباب اتفتح والواد خرج. الواد خرج زي ما يكون كان متبنج. جدي قال لي ان بعدها بيوم الواد اختفى. الناس قالت ما بدهاش، احنا هندخل يعني هندخل. جدي جمع كام واحد من صحابه وقرروا ان هما يدخلوا البيت. بيقول لك اتحركوا ناحية البيت وبدأوا يخبطوا، محدش كان بيفتح، بس سمعوا وقتها صوت حد بيجري جوه. قاموا كسرين باب البيت ودخلوا، ما لقيوش حاجة تشد النظر غير أم الأغنية اللي شغالة ما بتسكتش. بيقولوا كانوا متوقعين ان هما لما يكسروا الباب يلاقوا الراجل طالع يصوت ولا يزعق، مفيش اياته حاجة والاغنية شغالة ومحدش عارف جاي منين اصلا، مش لقينا الجراموفون اصلا. الاهالي عرفت ان هما دخلوا البيت، الاهالي اللي كانت محروقة على عيالها. كلام انتشر ان الخواجة بيخطف العيال، الراجل ما كانش موجود. الاهالي لما جم كانوا عايزين يقطعوه، بس هو فين؟ لفينا الاوض اوضة اوضة. حد ما وصلنا لقطه، ولما دخلناها كانت الصدمة كبيرة. الخواجة بنجامين معلق نفسه وشانق نفسه في السقف. منظر مخيف مرعب، اللي يزعق واللي يصوت واللي يقول ولادنا فين، واللي يحاول ينزله يمكن يلحقوه. مشي ورا صوت الأغنية. الأغنية عاملة زي السحر، كانت بعيدة، وفضل بعضهم يقرب علشان يشوف الأوضة اللي جاي منها صوت الأغنية. وصلوا للأوضة، فضلوا يدقوا على الباب، كان عامل زي البوابة الحديد. بدأ يقولوا لبعض ايدكم معانا يا رجالة، وبدأوا يدق. الباب جامد بس قدروا يفتحوه. دخلوا الأوضة اللي جاي منها صوت الأغنية. ما كانش فيها غير مكتب عليه جرامافون شغال عليه اسطوانة بالأغنية، وجنب منه دفاية. الدفاية كان جواها أطفال متفحمة. أربعة بس، دول كتير كتير. وبدأ صوت عيال صغيرة بتصرخ يطلع، محدش عارف صوتهم جاي منين. فضل جدي يحكي ويقول دوروا يمين وشمال انهم يلاقوا حاجة، ولا يلاقوا عيل محبوس ولا بيتعذب. مفيش. جدي قال لهم معقول الصوت يكون طالع من الأغنية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، في بني آدم ممكن يعمل كده في الأطفال، يحرقهم؟ بدأوا الناس يا أستاذ يتجمعوا ويجمعوا جسامين المساكين وخرقوا.
وحرقوا البيت كلاته لحد ما البيت اتساوى بالأرض. بس دي ما كانتش النهاية. جد بيقول انه فاكر انه كده الموضوع كان خلص، بس ما خلصش. فات اسبوع والتاني بعد الحادثة ورجعوا يسمعوا صوت الأغنية. ما كانتش بتشتغل من حطام البيت او اللي باقي منه، كانت بتشتغل كل مرة في بيت عشوائي من بيوت المنطقة، ومحدش عارف مصدرها ايه. ومع الأغنية يسمعوا صوت صراخ طالع من البيت، الكل يجري على البيت عشان ينجد أهله، محدش كان بيلحق. الأغنية مجرد ما تشتغل أهل البيت يتفحموا. بيقول جدي حاولنا نعمل نبطشيات عشان نحمي بعض، لكنهم اكتشفوا إن قوة الشر دي محدش قادر يغلبها. جدي بيقول جربوا كل حاجة بدون فايدة، لحد ما عرفوا إن في طريقة هي ممكن بس اللي تحميهم. جدي بيقول إنه كان قرأ في كتاب كان في مكتبته عن السحر وشياطين السحر، إنهم كل سنة لازم يجيبوا 4 أطفال ميتين ويدفنوهم مكان بيت زفت الطين أو بيت أي ساحر بيأذي، يدفنوهم مكان البيت الملعون، وطالما ميتين يبقى دفنهم كده كده واجب مهما كان المكان بتاع الدفن، لازم يدفنوا. وقال ان هما جربوا في مرة يبطلوا دفن العيال، رجعت لعنة بنجامين أبشع من الأول، وحرق في يوم واحد 5 عائلات. جدي بيقول رجع هو الأهالي ينتظموا في الدفن من جديد. ما كانوش طبعا بيموتوا حد، هما كانوا بيسرقوا جثث الأطفال من بلاد حوالينا. جدي مات وأبويا كمل وراه المشوار، وأنا برغم إن أنا مش ساكن هنا، أنا جيت عشان أنا وأخويا نكمل الأضحية اللي كنا بنعملها عشان الناس الموجودة وعلشانكو، بس إحنا ما كملناش الأربعة. عارف ما كملناهمش ليه؟ عارف مين السبب في اننا ما كملناهمش يا استاذ؟ انت بنجامين هيرجع وانت السبب في رجوعه. لو سمعت الاغنيه اعرف انه راجع، لو سمعت الاغنيه في بيت اشتغلت تحت اي ظرف ولاي سبب اعرف انه راجع، لو اي بيت في المنطقه شغل الاغنيه اعرف انه راجع. الأغنية دي اشتغلت عندي في البيت. أبويا أبويا أمي أبويا. أختي أختي أختي. ما اديتوش فرصة، طلعت أجري زي المجنون برا المستشفى. أنا للسبب في إنهم ما دفنوش الجثة الرابعة. لو كلام الراجل ده حقيقي يبقى خلاص، أول بيت هيتحرق هو بيتنا. طلعت أجري 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 لحد ما وصلت للبيت، وشفت نور عربيات الإسعاف. لا 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 لا. الجيران واقفين يبصولي بمنتهى الحسرة، وناس بتعيط. طلعت اجري، واحد من الشرطة وقف قدامي وقال لي ممنوع تدخل. قلت له انا ابن صاحب البيت، البيت ده بيتي. فضل يتكلم كلام كتير، ما كنتش مركز في ولا كلمة باللي بيقولها. كل الجملة اللي فاكرها ان المنظر اللي جوه مش هتحمله. حد من الجيران جه وحضني وقال لي البقاء لله يا ابني. ماتوا ماتوا، اتفحموا خلاص، اتفحموا كلهم. لقيت الضابط بيبص لي بصة غريبة بيقول لي اتفحموا ليه؟ عرفت منين يعني ان هما اتفحموا؟ يا عم ابعد عني ابعد عني، انا مش فاهم شغل
النصاحة والذكاء بتاعكوا ده. ابعد. أهلي ماتوا والأربعة ما اتدفنوش، وده اللي تسبب في إن أهلي ماتوا. أنا ضيعت أهلي، أنا اللي ضيعته. الكلام ده هيكون آخر كلام هكتبه. الدكاترة بيقولوا ان انا بمر بصدمة عصبية وانهيار عصبي حاد، واتحجزت في المستشفى ومحدش مصدق اللي انا بحكيه. انا محجوز في مستشفى الامراض العصبية في العباسية في اوضة رقم 13 في الدور التاني. بيقولوا عليا ان انا حالتي خطر، من الحالات اللي ما ينفعش تختلط بالناس. انا قدرت اسرب الجواب ده مع حد بعد ما اديته قرشين، وقررت ان الجواب ده يروح لاكتر حد عارف انه هيوصله للناس، احمد يونس. ثقتي فيك مطلقه، مع اني ما اعرفكش شخصيا بس بحبك. انا بحملك الامانه. لو الجواب وصلك اتصرف، لازم الجثة تدفن. لو ما كملوش الأربعة هيفضل يقتل ويحرق في العائلات. أنا معرفش هو موت كم حد لحد دلوقتي، أكيد في حاجة حصلت في الفترة اللي أنا محبوس فيها. بالله عليك روح وتصرف، ما تدفنش انت بنفسك. شوف اي حد يعمل ده، واكتب القصة وانشرها زي ما انت عايز، واحكيها في برنامجك زي ما انت حابب. بس بعد ما تكمل الاربعة، اكيد يا يونس انت عارف مشرحها، اكيد عارف تراب، اكيد عارف ترابي، انت عملت لقاءات معهم كتير. كملهم أربعة يا يونس، انقذ المنطقة اللي أنا كنت سبب في الخراب اللي حصل فيها. المنطقة سهلة جدا، سهلة جدا جدا. روح واسأل على المنطقة اللي تم إخلاءها من جنب الهرم، والإخلاء ده تم قريب. هتلاقي جنبها منطقة تانية لسه ما تمش الإخلاء فيها. اسأل عليا بالاسم واسأل على عيلتي، هتلاقي العمارة. امشي ورا العمارة وبوصفي كل اللي كاتبهولك روح، بس ما تروحش لوحدك. روح ومعاك الجثة الرابعة. نزلة السمان يا يونس، هتعرف توصل لهم. أرجوك تاني بقولك ما تروحش لوحدك، روح معاك الجثة الرابعة علشان تنهي اللعنة أو توقفها مؤقتا خلف أسوار بنجامين.